طيب خلينا نروح للمباراه القادمه ليهم. عندهم مين؟ عندهم الماتش الجاي سبورتنج، ده ماتش قوي برضو، اختبار حقيقي. سبورتنج دلوقتي متصدر الترتيب او مجموعتنا او الدوري، مش مجموعه، بالدوري بنتيجه 39 نقطه. طب ليه؟ لانه ما لعبش ماتشات جامده. اول ماتش جامد لينا او ليه هو مع النادي الاهلي، ده اختبار حقيقي مع سبورتنج، وانا على ثقه ان شاء الله هنتخطاه زي ما تخطينا الحمد لله نادي طلائع الجيش، النادي المحترم، النادي اللي فيه لعيبه بشكل كبير جدا كويسين. النادي الاهلي عنده 37 نقطه وسبورتنج 39 نقطه. الفريق بطمنكم ضمن الصعود، يعني احنا من السته الاوائل ان شاء الله، وضمن الصعود للدور اللي بعد كده عشان نخش في المعمعه بقى اكتر واكتر وتبقى مباريات اصعب فاصعب. هنروح لكره اليد سيدات، هقول الخبر ولا تعليق. كان عندنا مباراه مع شيشه الانعام، احد الفرق في المجموعه معانا، وفزنا 74-7، رقم كبير جدا، نتيجه كبيره، 74-7 في شوطين، والشوط الاول خلصان 38-3، يعني شيشه الانعام جابوا هدف واحد في الشوط الثاني. طبعا فرقتنا الماتش اتلعب على صاله 74-4، انا اسف 4 جابوا، لا 74-7 جبنا في الشوط الثاني اربع اهداف، معلش الشوط الاول جبنا 3، الشوط الثاني جبنا 4، يعني توتال 7 اهداف. احنا جبنا 74 نقطه. الماتش اتلعب امبارح على صاله امير عبد الله الفيصل. طب مجموعتنا مين؟ مركز شباب شيشه الانعام، الترسانه، اتحاد الشرطه، منوف الرياضي، هلوليد، 6 اكتوبر، سموحه، الطيران. والبطوله بتتلعب بنظام مجموعتين، وتاني وتالت هكرر، مفيش اي استفاده للفريقين لما يطلع السكور كده 74-7. كل التقدير طبعا لشيشه الانعام ومشاركته في دوري الممتاز لكره اليد السيدات، ده انجاز في حد ذاته كبير جدا، ولكن لازم يتم تصنيف الفرق في الدوري الممتاز على حسب المستوى الفني. لما الفرق تتلاقى والمستوى الفني يبقى قريب هيبقى في استفاده لكلا الفريقين، ولكن هنا مفيش استفاده لا للنادي الاهلي ولا لشيشه الانعام. عشان كده احنا دايما هنفضل نطالب ان شاء الله، يعني لغايه ما يسمعونا المسؤولين، ان يتم يحصل يعني تصنيف للفرق المشاركه في السيدات لمجموعتين مثلا، او يعني من الاول للثامن والتاسع مثلا، يعني لل 16، ويتم احتكاك هنا واحتكاك هنا. ما ينفعش يبقى كله على بعضه، لان في الاخر مش هيبقى فيه استفاده. احنا عايزين استفاده وعايزين منتخب كويس، وانا متاكد ان اللجنه اللي موجوده دلوقتي بتفكر جيدا او خدت اجراءات جيده انها تعمل منتخب السيدات. فعشان نوصل لده يبقى لازم تكون المباريات فيها نديه، مش شرط تبقى اهلي زمالك وسبورتنج لا، ممكن تبقى برضو الفرق الوسط تبقى برضو ليها منافسه، وفي الاخر هيبقى الفايده المنتخب مصر.